مساء الخير عليكم. انا دكتور احمد عصام، اخصائي طب وجراحه الفم والاسنان. النهارده حابب اتكلم معاكم عن تجميل الاسنان، لان هي دي بقت مش موضه دكاتره الاسنان او موضه الاسنان عموما. الناس نفسها بقت حابه قصه تجميل الاسنان، وده بيرجع ل يعني دراسات كتير اتعملت في الفتره اللي فاتت. ايه اكتر حاجه بتلفت لما بتشوف حد لاول مره؟ فلقينا ان الدراسات بتقول ان تقريبا 50% او اكتر كمان عينك بتروح اول حاجه للسنان او للابتسامه. فالابتسامه او السمايل دي بقت هي اهم حاجه دلوقتي عند الناس، وده يمكن يترجم لنا ظهور هوليوود سمايل. هي ليه ظهرت هوليوود سمايل، او ايه هي هوليوود سمايل، او ليه اتسمت بهوليوود سمايل؟ لان هوليوود سمايل ده مش اسم علمي عندنا، يعني دي مش حاجه موجوده عندنا اسمها هوليوود سمايل. هوليوود سمايل دي حاجه طلعت كوميرشال علشان تربط ان الناس في هوليوود اللي هم الممثلين اول ناس بداوا يهتموا باسنانهم. طب ليه هم اول ناس بداوا يهتموا باسنانهم الممثلين؟ انهم هم الناس دايما اللي قدام الكاميرا، اللي بيبقى عليهم كلوز على وشهم، عليهم كلوز على حركتهم وكلامهم وضحكتهم، فلازم كل حاجه تبقى مظبوطه. هنيجي نشوف امثله كتير حصل فيها الاختلاف ده. يعني ايه؟ يعني مثلا كريستيانو رونالدو اول ما طلع كان شويه شكل اسنانه غريب، فجاه غير شكل اسنانه بقت مظبوطه. هتلاقوه تحول 180 درجه في كل حاجه، في شكل عضلات ال شكل السنان بيتغير، شكل الوش. طبعا لان انا لما بعمل تجميل، انا التجميل ما بيبقاش خاص بالسنه بس او ما ببصش السنان بس، انا بعمل تجميل للسنان وبعمل تجميل للثه، وممكن كمان نطلع دلوقتي للوش ولل الشفايف والوش والخدود والدقن والكلام ده كله. كل ده بيتماشى معايا مع الابتسامه. وكده كده الاسنان لما بتتظبط بتظبط هيئه الوش، لانها واخده تلت الوش، فده بيفرق كتير جدا في الابتسامه. عندنا مثال مشهور جدا، توم كروز اول ما طلع كان سنانه حاجه، وبعد كده غير سنانه بقت حاجه تانية خالص وشكله اختلف تماما. يمكن توم كروز مش باين ان هو عامل سنانه، بس لو جبت له سنانه زمان هيبان. هو ده بقى اللي احنا يعني بنختلف فيه دلوقتي. يعني احنا بنشوف حد نقول ايه ده عامل سنانه. طيب ما هو ده عامل سنانه. في رمضان اللي فات مثلا كانت روجينا اكتر ممثلة عاملة اسنانها في المسلسلات. تمام، هي عاملة اسنانها وهي عايزة تبان انها عاملة اسنانها. محمد رمضان عامل سنانه، هو عايز يبان ان هو عامل سنانه. في ناس تانية عاملة اسنانها بس احنا ممكن ما نعرفش. عمرو دياب ما هو سنانه شكلها حلو. مش شرط الهوليوود سمايل، او مش شرط التجميل في الاسنان، او مش شرط السمايل ميك اوفر اللي احنا بنعمله يبقى بتركيبات على السنان او بحاجه لونها ابيض جامد او باينه. لا، ممكن تبقى انا لو بهتم بسناني وشكلها مرصوص حلو وعامل حتى حشوات بسيطه في الاسنان الاماميه عشان ما يبقاش في تسوس ودايما بهتم بيها، انا كده عامل تجميل لسناني، انا كده محافظ على شكل ابتسامتي. هو ده اللي احنا عايزين نوصله، ان تجميل الاسنان هو فكره متكامله، هو خطه علاجيه متكامله، ممكن يبقى شامل فيها الزراعه، ممكن يبقى شامل فيها التركيبات، ممكن يبقى مش شامل فيها اي حاجه، ومجرد التنظيف والاهتمام بيها وزياره الدكتور في التشيك اب العادي كده انا بحافظ على ابتسامتي وبوصل للنتيجه الجماليه في الابتسامه. اختار اللون يا دكتور بتاع الاسنان، في اسنان بتبان ان هي طبيعيه وفي اسنان بتبان اوفر زي بتاعت روجينا، لان هي كان الكاركتر بتاعها بتاع التمثيل ان هي شخصيه اوفر، فعاوز تبين ده. روجينا غيرت سنانها تاني رجعتها اسنانها زي الاسنان الطبيعيه او اللون الطبيعي مش اللون الاوفر. ده بيحصل يعني احنا اللي بنتحكم في الاخر في لون السنان، واحنا برضو اللي بنتحكم في شكل السنان. واحنا بنعمل تجميل بنبقى حاطين في حسابنا كل حاجه للمريض بتاعنا. يعني ايه؟ يعني التجميل او تجميل الاسنان ده هي مش اسطمبه انا بركبها على كل الناس او بركبها على كل الشخص. انا ممكن اركب لك سنان محمد رمضان ما تلاقيش عليك، كريستيانو رونالدو لو سنانه ركبت على توم كروز ما ممكن يبقى شكله واحد تاني خالص وتبقى وحشه. هي دي الفكره، كل واحد جميل بحاجته، كل واحد ليه معايير الجمال بتاعته. فبالتالي انا لما بجمل الابتسامه او بظبط الابتسامه انا بظبطها على معايير المريض نفسه، انا بكستمايز يعني بفصل. التفصيل احلى كتير وبيبين يعني بيبين الحاجه ناتشرال اكتر، بيبين الحاجه طبيعيه اكتر، وفي نفس الوقت بتبقى حاجه سبيشال ليك انت.